السلام عليكم، صباح الخير. قلت لكم ان شاء الله نواصل فهمكم الموضوع. انا شفت بسبب المشاكل اللي صارت ويا اهل زوجتي، تهموني انه انا اللي قاتل وانا اللي هاي. انا صارت لسنوات ما انبل القبر، وحاليا تعنيت من بغداد للنجف. صارت لسنوات انهيار وبكاء الفنان جلال الزين يم قبر زوجته اللي توفت قبل 3 سنوات، اللي كان ما يندل قبرها، واهلها كانوا تاهمينه هو انه قاتلها وخافين القبر. اليوم بعد بحث لمده 3 سنوات لقى القبر وانهار بالبكاء. اسمع شنو سولف وشنو حكى. اسال لحد ما وصلت الحمد لله. اهلنا عمامنا بالنجف ما قصروا، وصلت لي جبر الحمد لله. زوجتي فاتحة عليها.